السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة أصدقاء المصورين. اليوم درس بسيط لحل مشكلة تنصيب فلتر توباز بلاك أند وايت على برنامج أدوب فوتوشوب سي سي. طبعا أغلب الأسئلة وكثير من حول طريقة تنصيب لأنه ما يعمل على برنامج أدوب فوتوشوب، ومثل ما تشوفون يعني مستحيل يظهر هنا إلا بطريقة معينة وبسيطة جدا. نذهب إلى البرنامج تنصيبه توباز، نختار نيكست والموافقة ونيكست ثم نيكست. هذا مسار تنصيب البرنامج من غير مسار تنصيبه. كمبيوتر سي برنامج فايلز and program files x to my نختار program files فقط، ثم adobe cc، بعدها login، okay next next. finish. نفتح الان برنامج adobe photoshop cc، نختار صورة بسيطة، فلتر توباز بلانك اد وايت، شوف البرنامج شغال ما في اي مشكلة. طبعا البرنامج راح يكون مع السيريال موجود على الصفحة باليوتيوب وسيتم نشره مع الفيديو. للمشاركة في قناتي كله يصل كل ما هو جديد ما يخص التصوير الفوتوغرافي. أشكركم لحسن المتابعة، أخوكم يحيى حسن.